أن أحد ما يسمى بممثلي الشعب قد قبض نصف مليون دولار من أجل تعيين مدراء عامين. هذا ماذا يؤشر؟ بعض النواب حقيقة يعني يتصرفون هذه التصرفات. الفترة الأخيرة اللي جنابك الكريم تتذكرها اللي يعني صارت فيها مناكفات ومشاكل داخل أروقة مجلس النواب وداخل أروقة الكتل السياسية، كان همهم الوحيد يعني اليوم راح أتكلم شوية بقوة يعني محود على قوتي، بس اليوم راح أعطيها رينج أكبر. ما كنت أعرف أنه هذا الموضوع على يعني حلقتنا على هذا الموضوع، وموضوع مهم الله يبارك بعمرك فيه. المشاكل تقريبا اللي صارت بديش الفترة على رئاسات اللجان، تعرف أستاذ نعم تعرف أستاذ نجم، رئاسات اللجان يعني الأغلب هواني معاشر العملية السياسية من 2005 إلى هسه، وللأسف للأسف واسمح لي أقول لك كل شهر يمر تلعب نفسي من هيش عملية سياسية يعني محطمة للشعب، محطمة للعالم، محطمة للفقير، محطمة للنزيه، للكل من النظيف. يعني بديش الدورة وهاي الدورة هم راح تصير بيها ذيش الدورة، تعرف أكو يعني بعض المدراء العامين وهواي كثير منهم أسئلة، يا بليش أنت عزلوك؟ والله أني جروني الهيئة وجرتني اللجنة وجرتني الحزب الفلاني ونريد ونريد ونريد، وصلت درجة بزمن الكاظمي وثق، وهاي عندي معلومات بيها. بعض المدراء هسه زين هذا اللي كان أقرع وهسه هم صار رئيس لجنة وزرع شعر، هو من الغربية، أنا أعرفك وين تقصد بس ما أقول اسمه لأن تدري هسه باكر الفولي دعوة كبيرة وأنا شبعان بهالدعاوي. أي أكو مدراء 250 ألف دولار 25 شدة، وأكو مدراء ترى يصلون للمليونين دولار، وأكو نص مليون وأكو مليون. تسعيرتهم بعض السادة اللي يمثلون الشعب ويترأسون اللجان تسعيرتهم يعني عندهم لكل شيء تسعيرة. رؤساء اللجان اللي دي يصيرون من ذاك الزمن لهالزمن للأسف البعض منهم عندهم ابتزاز وعندهم فريق عمل يجيب فلان ويحط يعني أستاذ نجم بالدولة العراقية بالثمانينات تسعينات أكو واحد مدير عام خدمته 6 سنوات 7 وكان بعقد يصير مدير عام، يعني هذا خراب للبلد مقابل نص مليون دولار. طيب. أنت النص والنص الثاني بعد 3 أشهر هسه التفعيل الجديد تجيب سك من التي بي آي موقوف لمدة 3 أشهر لأن قام ما يأمنوا قسم يطلون ويلعبوهم، فتخليه بالتي بي آي 3 أشهر أو من غير مصرف ضامن ورا 3 أشهر يدفع. هسه أنا يا أستاذ محمود للأسف بالطريقة هذه مو أنا أشكرك، بس أنا والله مقهور على هذا خطية زرع شعره وراح نتفول له شعر إن شاء الله. أنا أشكرك أستاذ إبراهيم.